ينضم إلينا من تريفاندروم بينوت شانكر الرئيس التنفيذي لشركة إليفيشن. أهلا بك بينوت. بداية، في ظل ارتفاع العوائد على السندات، ما هو سبب استمرار الارتفاع في أسواق الأسهم؟ مرحبا مايا، الأمر لافت بصراحة. ما يحصل هو حالة من الرالي المؤقت، لا أعتقد أن هذا الرالي مستدام، فالأسواق شهدت بعض الارتياح فيما يتعلق بتراجع حالة عدم اليقين المحيطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، إذ من المتوقع أن تستمر الحرب لفترة أطول ونتائجها أوضح بالنسبة للسوق. لذلك فإن الأسواق تشهد حالة من الرالي حاليا، وأنا أتوقع أنه ربما في الربع الثاني قد نرى تراجعا، وقد يحصل ذلك في وقت أبكر. حتى عندما نتحدث عن عوائد سندات أجل 10 سنوات، لماذا هي ما نركز عليه في هذه المرحلة؟ لماذا 10 سنوات؟ هذا سؤال مثير للاهتمام. من بين جميع عوائد السندات، سند العشر سنوات هو الأهم وعيده هو الأهم، وتحديدا بسبب تأثيره الواسع، فهو مقياس أساسي للقروض الاستهلاكية وقروض الشركات طويلة الأجل، والناس يراقبون سند العامين وسند العشرة أعوام كرقمين مهمين وعائدين مهمين. طب في هذا الإطار، عندما نتحدث عن هذا العائد، لماذا ترتفع العوائد؟ وفي نفس الوقت، ما هي توقعات العائد؟ العوائد ترتفع لعدة أسباب. أولا، الارتفاع هذا غير مفاجئ، وخاصة عائد العشر سنوات، وخاصة أن الأسواق تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون للتضخم أن يكون عند 2.9% في السنوات العشر المقبلة، والمستثمرون في السندات عادة يريدون عوائد أعلى من معدل التضخم. السبب الثاني هو أن هناك تحسنا في معنويات المستثمرين فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، ما يعني تحسنا في الطلب على الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم على حساب السندات التي تعتبر ملاذا آمنا. نرجع لسؤال اللي عم جرب ارجع اسألك اياه، اللي هو ما هو تأثير هذا ما يحدث الآن في السندات على سوق الأسهم على المدى القريب الآن؟ ما يحصل هو أن القفزة المفاجئة في عوائد السندات ستشكل ضغطا على أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو ذات القيمة المرتفعة، حتى ولو كانت قد تراجعت فهي سوف تعاني المعاناة الأكبر، وهذا الأمر واضح، وهذا الضغط على التقويمات سيظل قائما في الأرباع القليلة المقبلة حتى يبدأ التضخم، رقم التضخم بالوضوح. في هذه الحالة برأيك، هل تعيد اليوم وول ستريت تعريف الملاذات الآمنة؟ الملاذ الآمن هو مفهوم لافت، ومن الصعب تحديد شكل الملاذ الآمن، وخاصة مع وجود تضخم وفوائد عالية وحرب، وربما يلجأ الناس إلى بدائل مثل الذهب والعقارات. لكن بالعودة إلى الأصول المالية، الأسهم الدفاعية ذات الجودة العالية هي دائما ملاذ آمن يمكن الاستثمار فيه، وخاصة ذات الرافعة المالية القليلة وذات التدفقات النقدية والأرباح العالية والإدارة الجيدة. لكن إذا كنت تفضلين السندات، ساعتها قد تستثمرين في السندات ذات العوائد العالية، وهي عادة ضمن هذه الظروف التي نشهد فيها نمو اقتصاديا قويا هي تتصرف كأسهم. نتحدث عن أسهم القطاعات الدفاعية في ظل هذه المشاكل، التضخم، الحرب، عدم توازن في الأسواق، في ظل أسعار طاقة مرتفعة، هل يمكن أن تصبح أسهم الطاقة هي الاستثمار الذي يمكن اعتباره ملاذا آمنا في هذه المرحلة؟ أنا لا أعتبر الطاقة كملاذ آمن بسبب طبيعتها الدورية، فهي ترتفع وتنخفض بناء على عوامل عديدة بما في ذلك النمو الاقتصادي والتوازن بين العرض والطلب،
وبالتالي هي تتقلب من حيث القيمة. وإذا انخفضت أسعار النفط بسبب ضخ كميات إضافية من النفط ساعتها سيكون هناك تراجع في أسعار النفط، وبالتالي أنا لا أعتبر أسهم الطاقة أسهم دفاعيا. مثلا السلع الاستهلاكية أعتبرها دفاعيا مثل المستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية. طب بالمقارنة اليوم أين تستثمر في السندات؟ أنا لست مستثمرا في السندات لأنني أتوقع للتضخم أن يبقى مرتفعا لفترة طويلة وآفاق تضخم غير واضحة، وإذا كان التضخم مرتفعا والفائدة سترتفع ساعتها سأنتقل إلى الأسهم على حساب السندات. ولكن بالنسبة للسندات أفضل السندات ذات الأجال قصيرة وليس ذات الأجال طويلة التي تتأثر برفع الفائدة. أفضل الرهان على السندات ذات الأجال القصيرة والسندات ذات العوائد العالية أو الجنك. هذا بالنسبة للسندات، دعنا نتحدث عن الأسهم أيضا. هناك تراجع ملحوظ في السيولة على الرغم من الارتفاعات في أسواق الأسهم، هل هذه تشير إلى نوع من المخاوف أننا قد نرى بداية تباطؤ أو تراجع في سوق الأسهم والدخول في سوق هابطة؟ الأسهم ستكون في حالة تداول عرضي في الأرباع المقبلة لأن هناك عدة أمور تحصل معا، هناك أزمات جيوسياسية وتضخم وفوائد ترتفع، وبالتالي الأسهم لا ترتبط بالسيولة بقدر ارتباطها بعوامل الاقتصاد الكلي مثل العوامل الجيوسياسية. أساسيات الشركات لم تتغير والأرباح لم تتغير، هذا عامل. العامل الثاني المؤثر هو أن الناس يخشون من أن يحصل تباطؤ في النمو الاقتصادي وأرباح الشركات ستتباطأ، لذلك هناك خوف من التباطؤ في الأرباح، وهناك مشاكل جيوسياسية تضغط على أسعار الأسهم. برأيي هذا أهم من موضوع السيولة لأن الأسواق أصلا تتوقع تشديدا من الفيدرالي، هذه ليست أخبارا جديدة بالنسبة للسوق. بينوت شانكر الرئيس التنفيذي لشركة إليفيشن كنت معنا من تريفاندروم، شكرا جزيلا لك.